بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية المتعلقة بالنصيحة الولدية، وهي للإمام الباجي. وكما ذكرنا سابقا، إنها نصيحة نصح بها أولاده، والواجب على الأب أن ينصح أولاده وينصح أهل بيته وأن يستمر على ذلك، لأنه إذا لم يقم بذلك فإن الله عز وجل سيسأله عن ذلك وسيحاسبه، وذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فمن مات وهو غاش لرعيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. وغش الرعية يتمثل في أن من هو مسؤول عن هذه الرعية لم ينصحهم، ولم يبين لهم الخير من الشر، ولم يبين لهم الصدق من الكذب، ولم يبين لهم الطريق الذي يريده الله عز وجل والذي يرتضيه الله عز وجل من الطريق الذي لا يريده الله ولا يرتضيه. ونلاحظ من خلال هذه النصيحة التي نصح بها الإمام الباجي رحمه الله تعالى لأولاده، أنه بدأها وقسمها إلى أقسام، ومن هذه الأقسام: القسم الأول التصديق بأركان الإيمان. وكنا قد تحدثنا في مجلسنا السابق عن أن الإيمان مسألة قلبية، وأن هذا الإيمان يجب أن يكون أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، وكل هذه المسائل هي مسائل قلبية. وبينا ذلك، وبينا بأن الإيمان وخاصة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. إذا كانت الأمم الأخرى الموجودون على الأرض الآن هم لا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالإسلام دينا، فإن ديننا يوجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وأن نصلي على جميع الأنبياء والمرسلين. وإذا ما ذكرنا نبيا أو رسولا، أي نبي أو رسول، إذا ما جاء ذكره نبي الله عيسى أو موسى، أو جاء ذكره نبي الله سليمان أو نبي الله داود أو يعقوب أو نوح، أي نبي أو رسول من المرسلين، إذا ما جاء ذكره فإن الواجب علينا والذي يفرضه علينا ديننا أن نصلي على هذا النبي كما نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعنا باسم عيسى أو موسى أو سليمان أو داود أو نوح، فنقول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا هو ديننا وهذا ما يجب. ولكننا يجب علينا أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأنبياء والمرسلين، بل إنه يجب علينا أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، ويجب علينا أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من آبائنا، ويجب علينا أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وأخواننا وأخواتنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. ثم أوصى الوصية الأخرى التي أوصى بها الإمام الباجي أبناءه، وهي وصايا عامة، وهي لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأبناء ولغير الأنباء. أوصاهم بحفظ القرآن والعمل به. القرآن، ما هو تعريف القرآن؟ الآن يوجد كثير من المسلمين تقول له: هل أنت مسلم؟ يقول: نعم. تقول له: عرف للمسلم. لا يعرف، لا يستطيع أن يعرف المسلم. تقول: ما هو كتابك؟ بعضهم ما يعرف، وبعضهم إذا عرف الكتاب فلا يستطيع أن يعرف الكتاب. تقول له: ما هو كتابك؟ يقول: القرآن. طيب أنت مسلم، هل تعرف تعريف كتابك القرآن؟ ما هو القرآن؟ ما هو تعريف، ما معنى كلمة قرآن؟ لا يعرف، لا يعرف ذلك. وهذا من الجهل العظيم الذي ابتليت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي على أمة محمد أن تكون جاهلة، وإذا ما صارت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة جاهلة فإن الله عز وجل يسلط عليها أعداءها، وإن الله عز وجل لا ينصرها، وإن الله عز وجل لا يحفظها. الله عز وجل يريد من هذه الأمة المحمدية أن تكون أمة تعرف أضعف الإيمان، أن تعرف أحكام دينها، وأن تعرف العلوم، وأن تعرف المسائل، وحتى تعلم لغة
غير قومك هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم لغة قوم أمن شرهم، أي حفظ منهم. فنعود إلى القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته وألفاظه، المنزل عن طريق الأمين جبريل، المحفوظ بين دفتين، المبدوء بسورة الحمد، المختوم بسورة الناس. هذا تعريف القرآن الكريم، هو الكتاب المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الأمين جبريل، المتعبد بتلاوته وألفاظه، المبدوء بسورة الحمد والمختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه حفظ للمسلم، القرآن فيه علم، القرآن فيه نور. للقرآن في القرآن عد العلماء للقرآن في القرآن 55 اسما، فاسمه القرآن، واسمه الكتاب، واسمه النور المبين، وهكذا. للقرآن في القرآن أسماء كثيرة. هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما حفظ المسلم آياته وعمل بها فإنها نور عظيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: كنا إذا ما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل الصحابة عندما تنزل الآية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا ماذا كان يفعل أصحاب النبي. يقولون: كنا إذا ما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا سمعناها من رسول الله، يسمعون اللفظ الصحيح للقرآن. لذلك الذي لا يعرف مثلا أصول التلاوة والتجويد هو يخطئ في القرآن كثيرا، يخطئ كثيرا. ومن العيب أن المسلم أن لا يعرف يقرأ القرآن قراءة صحيحة وقراءة جيدة، ونحن في زمن فيه علم وفيه علماء وفيه كل شيء. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولا إذا ما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء ماذا يسمعوها؟ لماذا يسمعوها؟ لكي يلفظوها لفظا صحيحا. أولا سمعناها من رسول الله، ثم تلوناها، ثم بعد ذلك حفظناها، ثم عملنا بمقتضاها. انظروا: أولا أن تسمع القرآن، ثانيا أن تتلو القرآن، ثالثا أن تحفظ القرآن، رابعا أن تعمل. يعني الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به فإن القرآن يكون حجة عليه لا حجة له. هنالك من يكون القرآن حجة له يوم القيامة، وهنالك من يكون القرآن حجة عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لقارئ القرآن، ما معنى هذا قارئ القرآن؟ هذا قارئ القرآن الذي كان يعمل بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لقارئ القرآن يوم القيامة، إن منزلة قارئ القرآن يوم عند آخر آية يتلوها، عند آخر آية قرأها في الدنيا وحفظها وعمل بمقتضاها. فيقول له الله عز وجل: اقرأ وارتقي. فكلما قرأ صعد ماذا؟ صعد درجة، وكلما قرأ صعد درجة عند الله عز وجل. منزلته تكون عند آخر آية عرفها وتعلمها وقرأها وعمل بها. وهذه الدرجة، يعني الدرجة ما هي الدرجة؟ هل هي كدرجات السلم الذي نعرفه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث ورواية أخرى بأن الدرجة منزلة لهذا العبد المسلم يوم القيامة عند الله. وهذه المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الدرجة الواحدة كما بين السماء والأرض. كم هي المسافة بين السماء والأرض؟ الدرجة الواحدة كما بين السماء والأرض. ثم أوصاهم بعد ذلك بقضية التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليها أن تعرف دينها من خلال القرآن الكريم، ثم من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله السنة النبوية المشرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني أوتيت القرآن ومثليه، يعني أوتيت القرآن وضعفين مثل هذا القرآن، هذا أيضا مثليه ماذا؟ هي السنة. وبعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أوتيت القرآن ومثله معه، المعنى ذلك القرآن وما صح من السنة. حتى أن بعض العلماء يقولون مثله معه، لأن أصح كتابين بعد القرآن الكريم هما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم.
لذلك حتى بعض العلماء يقولون لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثليه معه، فيها إشارة وبشارة على الأحاديث الصحيحة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح الأحاديث كما أجمعت الأمة المحمدية خلفها وسلفها بأن أصح كتابين بعد القرآن والذين جمع الحديث النبوي الشريف هما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. لذلك نحن إذا ما أشكلت علينا آية في القرآن الكريم وأردنا أن نفسرها، أولا القرآن يفسر القرآن، يعني هنالك آية أخرى من القرآن تفسر هذه الآية، فإذا لم نجد فالسنة تفسر القرآن. لذلك وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل ووجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي تشمله سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقوال النبي، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقريرات النبي. لم يكن شيئا، حتى إن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول علمنا، انتبهوا إلى هذا الحديث، سيدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وعلمنا إياه، حتى الخروج بنص الحديث لقضاء الحاجة أو إلى الخراء كما قال، يعني الخروج لقضاء الحاجة، فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا بل شرقوا أو غربوا، ولا تستنجوا بعظم أو روث فإنه طعام إخوانكم من الجن. يعني حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقضون الحاجة، كيف يتبولون، كيف يتخلصون من الفضلات. حتى هذه القضية التي نظن إننا إنها قضية بسيطة وإنها قضية ربما لم يتطرق لها النبي صلى الله عليه وسلم تطرق لها رسول الله. لذلك ديننا دين كامل، لا يوجد شيء، لا يوجد سؤال يخطر في بال الإنسان إلا وأجاب عليه هذا الدين العظيم. نحن لا نحتاج أن نأخذ من غير كتاب، ولا نحتاج أن نأخذ تشريعا أو قانونا من أي كتاب آخر أو نقرأ كتاب لنتعلم منه، لا، صحيح نحن مأمورين أن نقرأ الكتب ونقرأ العلم حتى وإن كان من غيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، ولكن في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه كفايتنا وزيادة في القرآن وفي السنة، لا يوجد شيء أبد إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وفصله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى كيف يرتد النبي نعلة، ورد حديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم يمينه في فعل كل خير، حتى عندما يرتد النبي صلى الله عليه وسلم نعله يقدم يمينه على شماله. وتقول السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب نعله أو ينفضه كما قالت قبل أن يرتديه، يعني خشية أن يكون فيه دخلت حشرة أو شيء، يعني ليس القصد أنه هذه القضية، القصد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كيف أنت تلبس نعالك علمك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقوم من النوم، كيف تنام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن ويضع كفه تحت خده صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة، وكيف كان يدخل بيت الماء النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بقدمه الشمال ويخرج باليسار، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولا يغسل شقه الأيمن ثم أولا يتوضأ قبل الاغتسال يعني الاستحمام، يتوضأ كوضوء الصلاة ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صغيرا أو كبيرا إلا وعلمه لأصحابه وعلمه لزوجاته وعلمه للمسلمين. فإذا التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تركت لكم أشياء إذا أنتم تمسكتم بها لن تحتاجوا لشيء، تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالنواجذ بالأسنان، تمسكوا بها بالأيدي وتمسكوا بها بالأسنان. ثم أوصى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا في مجلسنا السابق عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبوه، قال يا رسول الله إني أحبك فكم أجعل من وقتي عليك صلاة، كم أجعل قبل يعني بعد الفرائض كيف تصلي، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال يا رسول الله أجعل ثلث وقتي ثلث وقتي أصلي عليك، قال ما شئت وإن زدت فهو خير،
قال يا رسول الله أأجعل ثلثي وقتي عليك صلاة؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال يا رسول الله أأجعل وقتي كله عليه صلاة؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا يغفر ذنبك ويكفى همك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدنيا والآخرة. إذا أنت بعد الفريضة وأطعت الله عز وجل واجتنبت المعاصي والكبائر ووظبت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الوقت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بماذا؟ يبشره إذا يغفر ذنبه في الآخرة، وإذا ما غفر ذنبه دخل الجنة، ويكفى هم الله يكفيه همه في الدنيا. فإذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه أعطاه ماذا؟ أعطاه الدنيا وأعطاه الآخرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه مئة، ومن صلى الله علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحم كتفه كتفي على باب الجنة. يعني أنا وياه ندخل الجنة سويا، زاحم كتفه كتفي على باب الجنة. لكن ينبغي أن يكون هذا بقلب صادق وبنية خالصة مخلصة لله، لأن الله عز وجل الله غني عن الأعمال. الله ما يحتاج لا صلاتنا ولا كل ما يحتاج إلى الله عز وجل. نحن نحتاج إلى هذه الأعمال، نحن نحتاج إلى التقرب من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يريد من الأعمال الخالصة المخلصة. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا خالصا مخلصا لوجهه الكريم. الله عز وجل يريد أن تكون الأعمال خالصة لله تعالى. ثم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمنزلة واحدة. الصحابة كلهم عدول، والصحابة تختلف مراتب الصحابة الكرام. يعني المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم، العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم، والخلفاء الأربعة الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي هم أفضل من باقي الصحابة، وأفضل الرجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي أبي بكر الصديق، لأنه أول من أسلم من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن سيدنا أبي بكر؟ يا أبي بكر والله لو إن إيمان أهل الدنيا، كل إيمان أهل الدنيا منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا إلى الآن، انتبهوا إلى هذا الحديث بفضل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والله لو إن إيمان أهل الدنيا وضع بكفة ميزان ووضع إيمان أبي بكر بكفة الميزان الأخرى لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أهل الدنيا. هذه المنزلة عظيمة. كل إيمان أهل الدنيا إذا يوضع بكفة من الميزان، فقط إيمان سيدي أبو بكر يوضع في كفة ميزان أخرى، خلاص يرجح إيمان سيدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك هو أفضل الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل النساء من أصحاب من النساء خديجة أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصبية كان صبيا سيدي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيدي عمر ماذا يقول الله عز وجل عن سيدنا عمر؟ والله إن الشيطان، هل سمعتم بأن الشيطان يخاف أحد أو يهاب مخلوق؟ أبدا، إلا سيدنا عمر الشيطان يخاف منه ويهابه. والله يا عمر إن الشيطان إذا رآك في طريق فر إلى طريق غيره. وفي رواية من الروايات بأن حلاق سيدنا عمر في يوم من الأيام من مهابته، سيدنا عمر كان رجل مهاب له هيبة عظيمة، حلاق سيدنا عمر كان يحلق رأسه في يوم من الأيام، يقول فتنحنح سيدنا عمر فنقض الحلاق على نفسه، فعلها يعني على نفسه. ويروى في يوم من الأيام أن امرأتان كانتا واقفتا على تنور تخبزان خبز، وإحداهما كانت حامل، وهذه الحامل يعني تسمع بعمر بن الخطاب لكن لم ترى عمر بن الخطاب، والخبازة تعرف عمر بن الخطاب. يقول فمر سيدنا عمر بن الخطاب من الطريق وقالت هذه للأخرى ذاك عمر بن الخطاب انظر إليه، فلما نظرت إليه من هيبته يقول وضعت حملها على الفور. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عملاق الإسلام، هو من أسقط الإمبراطورية الفارسية، وهو من أسقط الإمبراطورية الرومية، وهو من فتح الفتوحات، وهو أحد أبرز أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا سيدنا عثمان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، يعني الملائكة تستحي من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، لما دخل سيدنا عثمان في يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شيء من ساق النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف،
فغطاه. فقالت له إحدى زوجاتي: لماذا غطيته عندما دخل عثمان؟ قال: وكيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ النبي يستحي منا، الملائكة تستحي منا. وهذا سيدي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدين، في حديث طويل، ومنه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، باب علم الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي نام بفراش النبي والذي فتى النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن جميع أصحاب النبي، ماذا يقول الله عز وجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، محمد رسول الله. كل القرآن، أنت إذا قلبت القرآن صفحة صفحة، سطرا سطرا، حرفا حرفا، لا تجد إن الله ينادي النبي باسمه المجرد أبدا. تجد كل الأنبياء: يا يحيى، يا زكريا، يا عيسى، يا موسى، لكن ما تجد يا محمد أبد في كل القرآن. ما يذكر الله اسم النبي مجرد أبد إلا ويردفه باسم النبي أو الرسول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. حتى عندما قال محمد قال رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه، من الذين معه؟ أصحابه. هذه الآية تمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم، هنالك خصوصية بين أصحاب النبي، لكن كل أصحاب النبي عدول، وكل أصحاب النبي يجب علينا أن نحبهم، وكل أصحاب النبي يجب علينا أن نترضى عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين.